السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ صباح الخير، صباح النشاط. عاملين ايه حبايب قلبي؟ النهاردة قلنا ناخد يوم مع بعض كده على السريع. نبتدي بأول حاجة، طبعا فطرت أولادي وعندي غدا من امبارح، كنت عاملة لهم فراخ ومحشي ولسه عندي بقية الغدا، هنتغدبوا بقى النهاردة. وقلنا بقى مفيش النهاردة طبيخ ولا حاجة، ناخد جولة كده على السريع في أوضة الأولاد، عايزة أنضفها. طبعا الأولاد خدوا أجازة زي ما انتوا عارفين نص السنة، كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي. فقلت أبدأ يومي معاكم كده بأول حاجة المطبخ، وبعد كده يا بنات ننتقل للغسيل، وبعد كده إن شاء الله ناخد جولة في أوضة الأولاد، وهنطلع برضو مع بعض عند الطيور على السطح. يلا يا حبايبي تسمي بسم الله ونبتدي يومنا مع بعض. لمنا يا بنات بواقي الاكل اللي كانت في الكباب وفي الاطباق بتاعتنا، وهنبتدي بقى يا حبايب قلبي. نزلتهم في الحوض عشان نغسل. عندنا هنا يا بنات بريل دون بجيبه، بس بعمل له خلطه جميله قوي يا حبايب اما اقول لكم عليه. شفت يا بنات قشر الليمون اللي احنا بنستخدمه، بقوم اقعد احوشه احوشه اما الم كميه، بروح سلقها على البوتاجاز، سلقها كويس قوي واروح طحنها في الخلاط، وبعد كده بقوم اضيف حبه بحبه في البريل اللي انا بستخدمه للاطباق، بالذات كمان ايه اما تكوني واكله سمك، جميل بيخلي ريحه الاطباق حلوه. وعلى فكره الليمون ريحته جميله جدا يا بنات والله، ساعات بستخدمه كمعطر للشقه ما يكون ما عنديش بخور او معطر للشقه، بقوم احط قشر ليمون واحطه على البوتاجاز يقعد يغلي يغلي، بيعمل لي ريحه جميله في الشقه. يلا يا حبايبي نسمي الله ونبتدي مع بعض. اول حاجه نغسل الاطباق الصيني بتاعتنا دي. عندنا الاسبونشة طبعا بتاع الاطباق كلكم عارفينها يا حبايب قلبي، اما الالومنيا بقوا مغسلهم بصابونه وسلكه زي دي يا بنات، بقى صابونه سمراء وسلكه زي دي عشان تلمع لنا الالومنيا. الاطباق دي جميله يا بنات، شايفينها جايبه الواحد ب5 جنيه. بحبها، بحب اعمل فيها جيلي ومقلبيه وحاجات من اللي هي الايه الصغيره اللي احنا الحاجات الناعمه اللي بنحب نعملها. اما بقى البنات يا حبايبي اللي بتشتكي دايما من غسيل المواعين، زي بنت الجميله كده اللي بتقول لك لا يا ماما ما بحبش اغسل المواعين، لا الا المواعين اغسلها انت. غسيل المواعين بسيط جدا يا بنات صدقوني، لو انت بتطبخي طبق وسخ احوجي اغسليه على الحوض، كوبايه وسخه احوجي اغسليها، هتيجي اخر اليوم مش هتلاقي مواعين عندك وسخه. اما تقعدي تكسلي لا الجو برد لا الجو مش عارفه ايه، شغلي المايه السخنه يا ست واغسلي، اظبطي المايه السخنه واغسلي ما تكسليش. اما تقعدي تحوشي المواعين وفي الاخر تقعدي بقى تغسليهم هيبقى تعب ليكي، لكن لو صدقيني حاولت غسلت طبق بطبق، الكوبايه اللي تتوسخ ايدك عليها على طول، ايدك في الحوض ما تكسليش، هيبقى الموضوع سهل جدا معاكي. اما نصب الاطباق دي يا بنات اول، انا قلت بقى النهارده عندنا غدانا، قلنا بقى ناخد اليوم كده من اوله مع بعض يا حبايبي، ناخد شويه نشاط كده في اوضه الاولاد لان كانوا بيمتحنوا، وعشان كده كنت برتبها كده ايه ترتيب على السريع كده، بس اسوي السراير اخد جوله كده على السريع بس، بس ما كنتش بقلب يعني قلبان من اللي بالكم فيه وكده، قلت بقى النهارده هم اجزم، ربنا ينجحهم يا رب ونجح اولادكم جميعا. النهارده بقى ايه اخد جوله كده على السريع في اوضتهم، وقلت بقى تشاركوني اليوم ده وناخد جوله برده عند الطيور. البنات حبايبي اللي بيحبوا يشوفوا الطيور والبط والفراخ والحاجات بتاعتي ان شاء الله هطلعكم معايا برده، مش هحرمكم خالص من حاجه، وهوريكم الزرع كمان لو عايزين تشوفوا الزرع، خليكم بس معايا من اول اليوم زي ما قلت لكم، وان شاء الله الفيديو بتاعي يعجبكم ومش هتقفلوا خالص لما تشوفوا لي الاخر خالص يا حبايب قلبي. البنات بقى يا بنات اللي بتتشكى من ايه من خدمه حماوتها، الموضوع بسيط جدا يا حبايب قلبي والله العظيم الموضوع بسيط جدا. انا كان ليا حماتي الله يرحمها والله العظيم بامانه
والله عمر الواحد دايما يعني بصوا كلمه كفايه تقول ربنا يبارك لك في اولادك يا بنتي. انت يعني بصي اما اقول لك على حاجه، انت يا حبيبتي انت وهي لو انت رايحه عند مامتك مش هتقومي تطبخي وتكنسي وتدعكي المواعين وترتبي؟ طيب اعتبرها زي مامتك، انت خدمتك لها مش ان انت خدامه. يعني تبارك لك ليه؟ لا هو احنا خدامين ليه مش عارفه ايه؟ لا يا حبيبتي انت مش خدامه، ده هي زي مامتك وواجب عليك، ده واجب عليك ان انت تعملي لها، هي ست كبيره وفي مقام مامتك، اما تدعي لك احسن ما تدعي عليك. في بنات بقى عندنا تقول لك لا لا هي جاي هو جايبني خدامه لمامته، لا مش عارفه ايه، لا يا حبيبتي هو مش جايبك خدامه، انت مراته وحبيبته وام عياله، بس في نفس الوقت دي امه ولازم برضه ليها حق عليك. ما يجراش حاجة، انت مش هتتعبي لو طبنت لها طبقين، مش هتتعبي لو غسلت لها هدمتين غيار لها غسلته لها، ما يجراش حاجة، مش انت كده كده بتشغلي الغسالة، ما يجراش حاجة، اما تشغلها دور لامك، هي في مقام امك برضو. والله يا بنات انا كنت بتعالى والله العظيم ما بتعب الا الكلمة، الكلمة هي اللي بتتعب وبتزعل الناس من بعض، بس المصلحة والله ما بتتعب يا حبايب قلبي. خدوا الموضوع ببساطة وبسهولة خالص وهتلاقوا حياتكم حلوة. ما تدقفوش يا بنات لكل حاجة، اللي بيقعد يدقف لدي ولدي صدقوني معاش يعني دي نصيحة ولا حاجة، لا صدقوني حياتكم بتبقى متعبة جدا، كل حاجة عاملين لها حكاية. خدوا الأمور ببساطة هتلاقي كل حاجة ربنا سهلها عليك وكل حاجة ما شاء الله عدت والموضوع بسيط، وجوزك هيبقى مرتاح نفسيا، اما مراته وامه كويسين مع بعض، الامور هتعدي ساعتها وهتبقى بسيطة جدا. لكن بقى ما عملتيش، هي ست كبيرة مش قادرة، وكمان لو ست مريضة يعني، ده انت لو عملت لها مصلحة او عملت لها حاجة ودعتك بس دعوة خير هيبقى عندك بالدنيا وما فيها، يا حلاوتها بقى الدعوة. اما تدعي عليكي احسن ما تدعيلك، اما تدعيلك اسفة احسن ما تدعي عليكي، اما تدعي عليكي صدقيني هتبقى نفسيتك وحش. اما تعملي لها مصلحة وتقول لك روحي ربنا يا بنتي يكبر خاطرك وبارك لك في اولادك، طبعا احنا ستات بيوت وعارفين وعدنا بالامور دي كلها وعارفين الحاجات دي يا بنات، احسن ما تدعي عليك ده شيء هيسعدك، اما تقول لك روحي ربنا يبارك لك في صحتك وبارك لك في اولادك، هي زي امك، ما يجراش حاجه اما تعملي لها مصلحه، انت مش هتتعبي والله المصلحه ما بتتعب يا بنات. والله انا كنت انا وخالتي كنا بيت عيله، والله العظيم كنا دايما مع 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 حماتي اللي هي امي تعتبر امي والله الله يرحمها، كانت دايما والله العظيم كانت دايما تقول انا بحب نسوين اولادي عليا انا وسلفتي عن بناتي، يعني كانوا عماتي يزعلوا قوي منها اما تقعد تقول لهم كده ليه؟ ليه يا ماما؟ لا مش عارفه ايه، تقول لهم هم اقرب لي منكم، يعني اما نيجي نقول لهم نقول لهم يضحك يقول احنا بنتبسط، اما هي بتقول كده احنا بنتبسط، اما نيجي نلاقيها كويسه معاك وانتوا بتحبوها وهي بتحبكم بيبقى بنبقى سعداء. يعني يا بنات الموضوع سهل يا حبايبي والله العظيم سهل، والله سهل، يعني انت هتقعدي تغسلي في المواعين ايه سنه؟ ما فيش نص ساعه ربع ساعه بالكتير، هي هتبقى يعني عندها مواعين ايه يا بنات؟ الست اللي هي بتبقى كبيره زي الطفل الصغير هيبقى عندها مواعين ايه ولا اكلتها ايه يا بنات؟ يعني الموضوع بسيط جدا بسيط، وما تدقفوش على على الخايبه بمعنى اصح عشان تعيشي مرتاحه، اما اللي بتقعد بقى تتدقف على دي وعلى دي وعلى دي والله الموضوع بيبقى صعب وبتحس ان حياتك مرار، كل حاجه مراره عليك. ريحه المواعين جميله يا بنات، ازاي ريحه الكباب والحاجه من الليمون اللي بقول لكم عليه، اعمل الحركه اللي انا قلتلكوا عليها دي يا بنات والله هتعجبكم جدا، ريحه الكباب شايفين الكباب بتبرق ازاي زي الفل ازاي؟ الليمون صدقوني جميل جدا وخلي ريحه المواعين حلوه.
انا شكلي طولت عليكم. ماشي، هقفل الفيديو وبعد كده ارجع لكم عم اخلص بقيه المواعين اللي معايا حبايبي عشان ما اطولش عليهم. احنا يا بنات بقى جينا على الغسيل بقى، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي عند دور غسيل كده حطيته زي ما انتوا شايفين. اول حاجه يا حبايب قلبي انا مش بحط الاريال والكلور على طول يا بنات، لا بقوم اشغل الغساله كده اخد له دور كده، اغسل الدور ارمي الميه الوسخه دي في الاول. اما اخلص كده شايفين الميه بتبقى مش نظيفه قوي، بقوم ارمي الميه دي وبعد كده احط ميه نظيفه وارجع احط الاريال والكلور على ميه رايقه. ما بحطش الاريال والكلور على طول يا حبايب، لا بستنى شايفين الميه كده بتتوسخ ازاي بقوم ارميها. ولو هدوم يا بنات وسخه قوي ما تحطوش برضو الاريال والكلور على طول، اغسلها دور واثنين وارمي ميتها وبعد كده حط لها الاريال والكلور بس لما الميه تروق خالص عشان الهدوم تبقى زي الفل معاكي تبقى نظيفه. هنسيبه الدور ده يتغسل وارجع لكم تاني يا حبايب عشان ما اطولش عليه. وزي ما انتوا شايفين كده يا بنات رمانا الميه، نزلنا الميه اللي مش نظيفه بتاعت الغسيل بتاعنا وحطنا الاريال وحطنا الكلور بتاعنا عشان نشغل بقى يا بنات الدور بتاعنا ده نغسله كويس. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا بنات، اللي بتستخدم كلور، انا حطيت كلور وحطيت الاريال زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، دايما اللي بتستخدم كلور تحاول دايما تشطف الهدوم كويس لان الكلور مش كويس يا بنات على جسم اولادنا، فاحنا لازم نستخدمه طبعا عشان ننظف الهدوم من البطع والاوساخ اللي بتبقى فيها. بس على قد ما تقدروا تشطفوا الهدوم كويس عشان نحافظ على اولادنا يا حبايبي لان بيبقى فيه مواد مش كويسه. وانا هشغل بقى دلوقتي حبايبي على الغسيل بتاعنا، شايفين الميه يا بنات نضفت وبقت زي الفل ازاي، وهنشغل على نظافه تبقى الميه نضيفه زي ما قلنا يا حبايب قلبي. هسيبكم بقى والغسيل يخلص واخده اشطفه كويس واعصره وبعد كده اطلع انشره وارجع لكم تاني يا حبايبي نكمل اليوم مع بعض. وده يا بنات البط اللي كنت جايباه وريته لكم وهو كان لسه صغير فاكرينه، ما شاء الله شايفين يا حبايبي اهو يا بنات اهو ما شاء الله كبر وبقى جميل معانا اهو. الموضوع سهل خالص يا حبايب قلبي، يعني اللي غاويه التربيه ما تكسرش يا حبايبي. شايفين يا بنات ما شاء الله عليه كبر ازاي، وجبت بط تاني صغير اللي كنت وريته لكم في الفيديو اللي فات. شايفين يا بنات ما شاء الله عليه بقى جميل ازاي، يعني يا بنات اللي عندها مكان زي ما قلت لكم برده قبل كده ما تكسرش، تجيب بط وتجيب فراخ وتربي. وصدقوني والله العظيم لو جربتها مره ما عدت هتسلى موضوع التربيه. انا كنت في الاول ما بربيه بس لما ربيت بعدها والله العظيم زي ما قلت لكم، اما يكون ما عنديش بط او فراخ ببقى زعلانه جدا ان انا ما عنديش بط وفراخ. شايفينهم يا بنات يلا بينا نطلع السطوح نشوف برضو البط اللي على السطوح مع بعض. يلا يا حبايب قلبي يلا يا بنات وده يا بنات البط بقى اللي على السطوح يا حبايب قلبي. شايفين يا بنات انا قلت بقى طالما ابتدينا اليوم مع بعض يلا خدكم معايا على السطوح واحنا بنحط للطيور. شايفين البط والفراخ باكلهم ايه يا بنات، باكلهم اي اكل يا بنات بيبقى فايض عندنا، عيش بواقي رز، كان عندي خس قطعته لهم اخضر عندكم هم بياكلوه، اي خضره عندك اي بواقي اكل اي بواقي طماطم اي حاجه موجوده عندك من بواقي الاكل بتاعتنا بنحطها للطيور. بنجيب لهم علف، الموضوع سهل جدا يعني الغاوية التربية ما تكسلش يا حبايبي. وغير كده الناس بتزهق من اللحمة ومن الفراخ وكده، يبقى عندك البط في البيت وعندك الفراخ. الفراخ بتاعتي دي يا بنات بتبيض، ما بنشتريش بيض من بتاع الدكان ما بنحبوش. دي اوضة انا عاملاها على السطوح يا بنات، عاملاها على السطوح في الشمس جميلة. و انتوا شفتوا البط الصغير اللي بيبقى في البدرون، وفي بط تاني صغنون انا جايباه اللي كنت وريته لكم الفيديو اللي فات بس تحت،
آه بكبره تحت في البدرون عشان الوقت الجو طبعا ساقع انتوا عارفين، واما بكبر بطلعه هنا في الاوضه اللي على السطوح دي. البط الكبير بقوم اسيبه هنا والفراخ. وكده خلصنا اكل الطيور، يلا بينا نكمل بقيه اليوم بتاعنا مع بعض. شايفين يا بنات منظر الخضره؟ يلا اما ناخدكوا جوله مع الزرع كمان، يلا قبل ما ننزل نكمل بقيه اليوم بتاعنا. ايه رايكم يا بنات في المنظر الطبيعي الجميل ده؟ يلا بينا نكمل اليوم مع بعض. يلا بينا ناخد جوله كده، روتين سريع سريع كده، ننظف اوضه الاولاد وننفض المراتب ونكنس تحت السرير ونفتح الاوضه نهويها ويلا بينا. يا بنات نفضنا المراتب كويس زي ما انتم شايفين يا حبايبي زي الفل، ازاي مفهومش اي تراب ولا اي حاجة. هناخد جولة كده على السرير ان كان في تراب ولا حاجة يا حبيبي قلبي. انا دايما ايدي في الخشب على طول يا بنات عشان التراب بقول لكم ما بيتمنعش خالص من البيت. تعالوا هنا يلا نخبط كده يا حبايبي ان كان في حاجة هنا. انا دايما بحب الف على التراب بتاع المراتب عشان التراب. يلا بينا نفرش السراير اللي جوه نسويه. وكده يا بنات فرشنا البدايه وفوق منها الكبرتاه زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي. نكمل فرش السرير كده يا بنات. كنسنا تحت السرير، شايفين كميه التراب قد ايه اللي طالعه. بقالنا فتره ما عملناش نظافه للاوضه عشان الاولاد كانوا في المدرسه وكده، قلنا نستنزها بقى فرصه طالما هم مش هنا بقى خلاص خدوا الاجازه ومش محتاجين الاوضه بقى دلوقتي ان احنا نكون مقفلين عليها وكده. شايفين التراب يا بنات، الجو نفسه هوا وكده كده غصب عننا لازم التراب بيبقى موجود في قلب الشقه كل يوم. صدقوني كل يوم نقعد ننفط برضو في الفاضي ونكنس في الفاضي برضو، التراب والله ما بيتمنع خالص. وكده يا بنات مسحنا الاوضه بتاعتنا، خلنا جوله كده على السريع نروق البلاط بتاعنا كده بالشرشوبه بتاعتنا عشان نفرش على نظف. نفتح السرير كده يا بنات. وده يا بنات الشكل النهائي لاوضه النوم بتاعت الاولاد زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. نفضنا المراتب وفرشنا السراير وغيرنا من السراير والكبرتيات وغيرنا اكياس المخده وخدنا جوله تحت السرير برده كده، كنسنا تحت السرير طلعنا التراب وفرشنا السجاد بتاعنا يا حبايب قلبي. وفرشت السجاده الكبيره هنا زي ما انتم شايفين كده وحطات عليها الحافظ. طبعا الحافظ عشان يحفظ لنا السجادة من اي تراب او اي حاجة سهل ان احنا نغسلها. بس كده كده والله يا بنات مهما حط على السجاد لازم كل صيف في دخول الصيف في اول دخول الصيف بلم السجاد كله بغسله لازم كده، حتى لو نضيف بروح غسلاه عشان يبقى نضيف، هي عادة يعني طبيعي. وزي ما انتوا شايفين يا حبايبي مسحنا الخشب. على فكرة يا بنات انا متجوزة من 15 سنة، يعني اللي تقولي الخشب بتاعك مش موضة او سرايلك او كده
فانا عارفة يعني الموضوع ده، يعني انها متجوزة من 15 سنة، والسرير ده بند اوضة الاطفال بتاعتي، عشان برضو ممكن حد يسألني ان ليه سرير واحد. انا كنت اول ما اتجوزت كنت ساكنة في شقة صغيرة جدا، فما كانش عندي مكان ان انا اسيب السرير التاني، فبصراحة كنت بعته. واما وسعنا بقى، مامتي ادتني السرير ده حطته قصاد السرير التاني للاولاد. المهم يا حبايب قلبي، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو سهل وبسيط وجولة على السريع كده مع بعض، روتين على الصبح. وشايفين المنظر الجميل ده يا بنات، شايفين الخضرة، وانا في قلب اوضة النوم بتاع الاولاد، منظر جميل على الصبح، شايفين. وده كان الفيديو بقى بتاعنا النهاردة. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا القناة اضغطوا اشتراك عشان يوصلكوا كل جديد من مني للأكلات البسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.